أوديولابي، شارك المعرفة. السلام عليكم أيها الرائعون، بداية ندعوكم للإشتراك بقناة أوديولابي ليصلكم كل جديد. ريتشارد برانسون هو رجل الأعمال الوحيد الذي تمكن من تأسيس 8 شركات بقيمة أكثر من 1 مليار دولار في 8 قطاعات مختلفة، واستطاع ذلك بدون الحصول على شهادة جامعية في إدارة الأعمال. تنتشر شركات مجموعة فيرجن التي يمتلكها حول العالم، وتتكون من نحو 400 شركة تتراوح أنشطتها الواسعة بين الخدمات المالية والترفيهية والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات. أولاً، الفشل وسيلة للتعلم. الإنسان لا يتعلم المشي باتباع القواعد، وإنما بممارسته وتعرضه للسقوط خلال ذلك. تشمل كل أنواع الأعمال مخاطر مختلفة. كن مستعداً للضربة القاضية كما قال برانسون، لأن النجاح نادراً ما يأتي إلى من يحذر بشدة. وفي نفس الوقت لا توجد قاعدة محددة وسريعة تقود إلى النجاح، كما لا يمكن تحقيقه بمجرد الاتباع الحرفي لنموذج شخص ما. فهذا التوجه يجعل من الإنسان مجرد دمية تعتمد على الآخرين لاختيار طريقها في الحياة. يجب أن يتعلم الإنسان كيف يختار الطريق الذي سيسلكه ويجربه بنفسه. ويؤمن برانسون بأن الشخص سيكون أكثر تحكماً بحياته المهنية عندما يكون لديه مساحة أكبر لتجربة الفشل والنجاح. فعندها سيعرف نقاط الضعف التي عليه تجنبها لتعديل المسار للأفضل في المستقبل. ثانياً، رأس مال بسيط. يقول برانسون: يمكن بدء النشاط بقدر يسير جدا من المال. عندما كان برانسون في 15 من عمره، كان يطمح لإصدار مجلة تتيح للشباب التعبير عن آرائهم ضد حرب فيتنام، لكنه لم يكن لديه المال الكافي لذلك. وفي هذا التوقيت عثرت والدته على قلادة وسلمتها للشرطة التي لم تستدل على صاحبها، فقام برانسون ببيعها مقابل 200 دولار، واستخدم هذا المبلغ في إطلاق الدعاية لمشروعه، وتمكن في النهاية من إصدار أولى مطبوعاته. ينصح برانسون صاحب كل مشروع أو شركة بأن يكون ذكياً في استخدام أمواله، وعليه أن ينفق المال بحكمة. لذلك من الأفضل أن ينفق المال على العمليات اليومية الخاصة بسير أعماله، بدلاً من إنفاقها على المكاتب والمقرات من أجل التباهي بها. ثالثاً، ارتفاع الطموح وصدق العزيمة. إذا لم تكن أحلام الإنسان تخيفه، فمعنى هذا أنها محدودة للغاية. كل إنسان له أحلامه وطموحاته، لكن الكثيرين لا يملكون الثقة اللازمة في ذواتهم لبدء تنفيذ أحلامهم. وإذا كان الحلم محدوداً، فلن يحقق الشخص النجاح الاستثنائي الذي يتمناه. فالأحلام صنعت كبار الناجحين والأثرياء، وكلما كبر الحلم كلما زادت النتائج الإيجابية على كل جوانب الحياة وليس الشقة المهنية فقط. ونجاح برانسون بدأ بالأحلام، والأهم أنه آمن بها وبإمكانية تحقيقها، وهذا الإيمان هو ما دفعه إلى اتخاذ الخطوات الإيجابية لتنفيذها حتى تحققت وأصبحت واقعاً ملموساً. رابعاً، الاهتمام بأدق التفاصيل. يقول برانسون: تأسيس نشاط يشبه إلى حد كبير رسم لوحة فنية، ففي كلتا الحالتين يكون لدى الإنسان صفحة بيضاء يملأها بنفسه، ويهتم خلال ذلك بأدق التفاصيل حتى تكون في مكانها الصحيح. ينصح برانسون بالاهتمام بأدق التفاصيل في إدارة النشاط، إيماناً منه بدورها في الشكل النهائي الذي تظهر عليه الخدمة أو المنتج الذي يقدمه، وينصح بتسجيل الأفكار والملاحظات باستمرار كوسيلة لزيادة التركيز والإنتاجية، لكن هذا وحده بالطبع لا يكفي لإحداث التغيير. فبعد ذلك تأتي مرحلة التنفيذ بإجراء التعديلات والاقتراحات المدونة. ولهذا السبب يحرص رجل الأعمال البريطاني دائما على حمل مفكرة معه أينما ذهب، حتى في أثناء رحلاته.
ويشجع جميع رواد الأعمال على الاحتذاء به في ذلك ليصبح لديهم إلمام شامل بكافة تفاصيل النشاط والتعديلات المطلوبة لتطويره. على سبيل المثال، عندما يسافر برانسون في رحلة تابعة لشركة فيرجن، فإنه يدون ملاحظاته حول أدق تفاصيل تجربة السفر بما في ذلك فرش أرضيات الطائرة. خامساً، عدم الحرج من الفشل. يقول برانسون: لا يجب أن يخشى المرء من الفشل، فعليه أن يتعلم منه ويبدأ من جديد. الفشل هو الوسيلة الوحيدة التي تساعد الشخص على إدراك نقاط ضعفه، ولن يتمكن من النجاح إذا لم يتعرف أولاً على مواضع الضعف والقوة لديه. ويرى برانسون أن الإنسان يتعلم من الفشل أكثر من النجاح، واستيعاب أسباب الفشل هو الضمان الوحيد للنجاح في المستقبل. سادساً، ربط العمل بالمتعة. يقول برانسون: رؤيتي للحياة هي الاستمتاع بكافة التفاصيل اليومية الدقيقة، ولا أقوم بأي عمل من منطلق أني مجبر على القيام به. يؤمن برانسون بضرورة الاستمتاع بالحياة، ويجعل ذلك في مقدمة أولوياته عند القيام بأي تجربة جديدة، بل أحد أهم أهدافه، فيحرص على الخلط بين العمل والمتعة في نفس الوقت، بحيث لا يصبح الأول مهمة جاثمة على الصدور. ونجح بالفعل في ترسيخ ثقافة حب العمل لدى شركة فيرجن بفضل هذا المنهج في التفكير. سابعاً، يقول برانسون: الفرص الاستثمارية مثل الحافلات، فهناك دائما واحدة أخرى قادمة. على عكس مقولة الفرصة لا تأتي غير مرة واحدة، فإن برانسون يؤمن بتعدد الفرص، فعالم المال والأعمال يعج بالفرص التي تنتظر من يقتنصها، وهو دائم البحث عن الأفكار والفرص الجديدة التي تساعده على التفوق على منافسيه، لكن هذا يتطلب الانتباه الدائم لما يدور حوله حتى يتمكن من التقاط الفرصة عندما تلوح في الأفق. في هذا السياق ننصحكم بقراءة كتاب ريتشارد برانسون صانع إمبراطورية فيرجن للكاتب ديس ديرلاف. تجدون رابط شراء هذا الكتاب الرائع في مربع الوصف. أوديو لابي، شارك المعرفة.